السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جينا وياكم بحلقة جديدة خاصة بأحد البرامج. طبعا فريق البيست انفينيتي المسؤول عن دينجل البي بي 5 الخاص بأجهزة نوكيا والمسؤول عن دينجل السي ام 2 نزل أداة جميلة وحلوة. هاي الأداة طبعا حجمها 11 ميجا بايت، تمام. خليكم رابط تحميل الأداة ونتعرف على الأجزاء الأساسية بالأداة. طبعا بما أنه الأداة من فريق السي ام 2 او فريق البيست انفينيتي، فاكيد باسورد فك الضغط 1 2 3 4 5 6 7 8، هذا باسورد فك الضغط لكل منتجات فريق البيست انفينيتي. فنعطيه اوكي. هاي الاداه، تمام، الاداه مجانيه. ثاني، هاي الاداه طبعا بها تعاريف الاداه، هاي خاصة بوضع الـ ADB، تمام. هاي الأداة فاست تشيك، نضغط ضغطة واحدة على الأداة وننتظر تفتح الأداة ونتعرف على أجزائها الأساسية. تمام، فتحت الأداة. هاي الأداة، هاي واجهة الأداة بيها 5 اوبشنات بالتاسك مانجر، شريط المهام الاول او الرئيسي، وبيها الاباوت. هذا الاباوت عن الاداه، فهي اسمها فري فاست تشيك سوفت وير، فري فاست تشيك سوفت وير هاي الاداه. وبيها دعم، اذا تريد تدعم الاداه عن طريق الباي بال تقدر تدعم. هي الاداه مجانيه، ذكرت الاداه مجانيه، اوكي. طبعا بوضع الـ ADB، وضع الفاست بوت واذرز، وهنا الريكفر المعدل، وهنا فاست بوت فلاشر من فلاش، عملية تفليش يعني، تمام. فنتعرف على الأداء. هنا ديفايس ايدي او اي دي، هنا هاي خاصة بالـ ID الخاص بالجهاز، وهنا ديفايس انفو، هنا لو ضغطنا عليها، لو فرضنا انه جهاز متوصل راح يعطيك تفاصيل عليه. هنا ريبوت، انه عملية اقلاع، طبعا كله بوضع الـ ADB، والمطورين او مبرمجي سوفت وير يعرفون وضع الـ ADB. هنا اللوك سكرين يحتاج روت، وهنا ريسيت FRP او FRP ريسيت ADB، هنا بوضع الـ ADB، وهنا LG هيدن مينو اخفاء قائمة المينو، هنا شاومي فريز مي اب، وهنا سامسونج اوتو ديسيبل او ديسيبلر ايقاف، وهنا وايرلس تيست اسيستنت اوف، هنا ايقاف مساعد اختبار الواي فاي او الوايرلس، تمام. هاي الاوبشن الاول. هنا دياج مود يحتاج روت، وهنا دياج مود ثاني ايضا يحتاج روت، وهنا ام تي بي مود بوضع التشغيل الاعتيادي ايضا يحتاج روت. هنا هاي خاصه باجهزه الشاومي، هنا بصوره عامه نحكي اي دي بي بصوره عامه، لكن هنا شاومي سايد لود مود، سايد لود مود هاي خاصه باجهزه الشاومي. ديفايز انفو وشاومي فلاش ريكفري، هنا تقدر تفلش ريكفري في حالة الجهاز الشاومي يكون طبعا اكيد مفتوح بوت لودر، هاي نقطة مهمة. وهنا شاومي وايب ان مي سيوت حساب الشاومي، تقدر تحذف او تعمل وايب مسح، تمام. هنا ريسيت يو اس بي، هنا اذا وصلت الجهاز تقدر تسوي ريسيت يو اس بي، مثلا توصلت الجهاز بالكمبيوتر تسوي ريسيت يو اس بي. وهنا كل اي دي بي، هنا كل اي دي بي ايضا خاص بوضع الاي دي بي لما توصل الجهاز. طبعا هنا تقدر الريبوت، هاي الريبوت على الوضع اللي انت تريده، تريده نورمال ريكفري فاست بوت بوت لودر اي دي ال اف بوت لودر اللوك في حالة البوت لودر مفتوح، و سايد لود مود وشوت داون وسليب وريبوت يوزر
سبيس وباور ريبوت. هاي تختار الوضع اللي انت تريده وتضغط على ريبوت. هنا فاست بوت، هنا فاست بوت تقدر تاخذ فاست بوت قراءة للشاومي، وبنفس الوقت تقدر تسوي شاومي انتي ريلوك في حال تخطى حساب المي اكاونت، تخطي وليس حذف، تخدم هاي الخاصية. وهنا بوت لودر انلوك للموديلات القديمة. وهذا الفاست بوت خاص بكل الأجهزة القابلة لوضع الفاست بوت، يعني الشاومي، الهواوي، أجهزة النوكيا اللي تدخل وباقي الموديلات اللي باقي الموديلات اللي تاخذ او تقبل وضع الفاست بوت. تمام، هاي ديفايس اي دي، ايضا اي دي هنا ريبوت حسب الوضع اللي انت تريده، ومن هنا تختار الوضع اللي انت تريده ايضا. تمام، هنا برودكت ممكن تاخذ ريد اوف لاجهزه شاومي اذا تريد تفلش وتختار الفلاشه المناسبه فيعطيك البرودكت. تمام، هنا بوت لودر انلوك ذكرتها الموديلات القديمه، وهنا بوت لودر لوك اعاده قفل البوت لودر، وهنا سم هونر، هي اونر طبعا من الانجليزيه اونر وليس هونر، سم اونر انفو تاخذ ريد انفو لاجهزه الهونر اللي هي هواوي، وهنا سم هواوي انفو ايضا تاخذ ريد انفو لاجهزه الهواوي. اداه خفيفه وبسيطه وحجمها 11 ميجا بايت، حلو بصراحه هاي الاداه. وهنا رسيت اف ار بي، هنا اف ار بي انلوك هواوي. تمام، هنا تقدر عن طريق الفاست بوت اذا انت عندك جهاز هواوي مقفول اف ار بي، وممكن اذا كان مقفول هواوي اي دي، حساب الهواوي اي دي، تقدر تشتري كود، تخلي الكود هنا مثلا على فرضنا هذا الكود. تمام، وتضغط على الاف ار بي، خدمه سريعه وفعاله، لكنها نوعا ما اكسبنسيف وغاليه الثمن. نرجع نكمل الباقيات. اف ار بي ريسيت ميثود او وان ميثود الطريقه الاولى، تخطي حساب الجوجل اكاونت، وهنا تخطي حساب الجوجل اكاونت طريقه ثانيه. هنا مسح ملفات الشبكه والمودم وباقي التفاصيل، وايب اي اف اس ممكن تكون لاجهزه الشاومي. وهنا مسح منطقة الحماية أو أيضا ملفات الشبكة ممكن تكون لأجهزة السامسونج. هنا تقدر تفلش ريكفري. تمام، وهنا تقدر تفلش ملفات الفي بي ميتا. أوكي، هنا فاست بوت إذا تريد تحول من الفاست بوت لأي وضع ثاني. تمام، بها مو وضع وإنما طرق تفليش أخرى، أو تريد تمسح ملف من الملفات اللي أنت ممكن ما تحتاجها، او ممكن الجهاز يجيك به خلل فتحاول تصلح. هنا اذرز، هنا ايضا بوضع الفاست بوت او بوضع الاي دي بي العفو. تمام، هنا هاي النقطة مهمة، هاي النقطة مهمة. بعض ذكرت مقطع فيديو عن تخطي جوجل اكاونت لاجهزة السامسونج طبعا، وكان على بوكس الاوكتو بلاس سامسونج. هنا تقدر تخطي حساب الجوجل اكاونت، الجوجل اكاونت بطريقه الاي دي بي، هاي الثغره اللي انتشرت كالنار في الهشيم وحكيتها بمقطع الفيديو موجود بالقناه. تمام، هنا تقدر تفلش ملفات تغير توجيه الجهاز، ملفات السي اس سي. اوكي، هنا تقدر تسوي سامسونج تو داون لود، تقدر تفلش او تدخل الجهاز للداون لود. تمام، هنا تقدر تسوي سكان بورت في حالة حساب الجوجل اكاونت. وهنا سامسونج اف ار بي ريسيت، هنا يمكن داعم بعض الموديلات، وطبعا هاي الموديلات، هاي الموديلات بوضع الاي دي ال اللي هي وضع التيست بوينت، بوضع الاي دي ال بوضع التيست بوينت، يعني هاي الموديلات معالجاتها كوالكوم وليس او ممكن تكون سناب دراجون او كوالكوم، المهم هي مو ام تي كي. تمام، هنا سامسونج فاكتوري ريسيت عمل ضبط مصنع، هنا ال جي فاكتوري ريسيت عمل ضبط مصنع. وبهاي الحاله لابد ان يكون اعتقد الاي دي بي مفعل. وهنا هواوي فاكتوري ريسيت ايضا ضبط مصنع لجهاز الهواوي. هنا جوجل بيكسل 3 اي اكس ال انلوك، هنا هاي جوجل، اجهزه جوجل،
وهنا موتو نتورك انيبل، هنا تفعيل او حل مشاكل الشبكه لاجهزه الموتو، اعتقد اجهزه الموتر اللي من الاداه جديده وما مجربها. هنا لو اجينا على تي دبليو ار بي، هنا تقدر تاخذ ديفايس انفو وتشوف الجهاز اذا عليه، تقدر يعني ممكن تكون يعني انا لانه ما مجربها ولا نزله جديده، ممكن تكون تقدر تعرف الجهاز اذا مفلش تفليش رسمي او اذا يحتوي على روت او ريكفري معدل. هنا فاست بوت فلاشر، تمام، هنا تقدر وضع يعني ما اعرف، خلينا خيار هم هنا مارك وهنا فايل نيم، اعتقد يعني هي فاست بوت فلاشر تحول الجهاز الى وضع التفليش بوضع الفاست بوت، وضع التفليش بوضع الفاست بوت، تمام. اذكر نقطة مهمة انه هاي الاداة ملف مرفوع على الميجا، اوكي، حجم الملف 11 ميجا بايت او اكثر شوية، مفتاح فك الضغط هو بما انه خاص باجهزة او بفريق البيست انفينيتي، فراح يكون من 1 2 3 4 5 6 7، تمام. اتمنى ان شاء الله تعالى استفاديتوا من هاي الاداة البسيطة. واذكر نقطة مهمة انه ثغرة اجهزة سامسونج كل الادوات اللي نشتغل عليها سواء كانت بوكسات او دناقل تحتاج نت، هاي الاداة ما تحتاج نت، فثغرة اجهزة سامسونج ممكن يجيك جهاز وانت ما متوفر عندك نت باللحظة، فتقدر تتخطى حساب الجوجل اكاونت عن طريق تفعيل الاي دي بي، وذكرتها هاي الثغرة اللي انتشرت في الكنار في الهشيم. تسمعوني ان شاء الله ومقطع فيديو جديد، مع السلامة.